فقرة نصائح صحية تغذوية مع الدكتور محمود العودات، فقرة تمارين رياضية مع الكوتش مأمون حتوخير، فقرة الطبخ في مطعم وكافيه دوجيز، فقرة خاصة بالميك اب مع الميك اب ارتست رزان العلي. بفقرة نصائح صحية رح نحكي عن موضوع كتير مهم لازم نتوعى فيه، وهو العرج عند الأطفال. خلينا نشوف شو الدكتور محمود العودات بنصحنا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بفقرة نصائح صحية. اليوم معنا الدكتور محمود العودات، مستشار أول جراحة عظام ومفاصل وكسور. نورتنا دكتور. أهلا وسهلا ستنا، شكرا لكم على الاستضافة، شكرا للأردن اليوم على الاستضافة مرة أخرى. أهلا وسهلا فيك شكرا. دكتور، إحنا اليوم حابين نحكي عن العرج عند الأطفال، إيش هو؟ ماذا نقصد به؟ إحنا لما نحكي عن العرج، ما يعني أي إنسان بيحكي عن العرج لازم يعرف شو الإشي الطبيعي. المشي الطبيعية كنا بنعرفها إحنا، بس ما نعرف ما هي. هي عبارة عن نقل خطواتنا من خطوة إلى خطوة بشكل مستوي، بشكل برثم مستوي كمان، على أن نحافظ على جسمنا برضو يكون مستوي أثناء المشي. أي إزاحة من هذا الموضوع يعني العرج، بمعنى آخر بيكون واحد بميل. عشان هيك انه هلا اي بني ادم تشوفه مش طبيعي رح تعرف انه ماشي طبيعي، اذا في اي ميلان فبيبين بشكل واضح. العرج حقيقه يجب ان يميز عن المشي الطبيعيه بعمر معين. يعني عندنا اطفالنا من لما ببلشوا بيمشوا لعمر 7 سنين، هذه المرحله يتغير فيها المشي بطريقه او باخرى حتى يصبحوا يمشوا زينا زي الناس البالغين من عمر 7 سنين فما طول. فانا اعتقد بانه المشي الواضحه، العرج الواضح للاهل، هو عباره عن زي ما يقولوها ريد فلاج او علامه مميزة يجب أنهم الأهل ينتبهوا إليها ويستشيروا الناس المختصين في حينه. أكيد. طيب دكتور، إيش مسبباته العرج؟ كيف من إيش بيكون، أو إيش صار للطفل حتى صار بيكون عنده عرج؟ شكرا على السؤال. مسببات كثيرة جدا الصحيح، بدنا نحكي بغض النظر عن العمر، سواء كان سنة لعمر حتى 16 سنة، بس الأسباب كثيرة جدا. منها وأهمها الصحيح اللي بيخوفنا كثير شغلتين رئيسيات، اللي هو الشغلة الأولى الالتهابات اللي بتصير بالمفاصل، سواء كان التهابات المفاصل في مفصل الورك أو مفصل الركبة أو التهابات العظمية اللي بتصير. هدول الشغلتين رئيسيات جدا، وبكون واضح إنه الابن أو الطفل بكون في عنده ارتفاع في الحرارة. شغلة مهمة جدا انه ننتبه الولد ما يكون واقع، لانه كان في عملية لما بيقع الولد بيكون في عنده كسور او بيكون في عنده اصابات على العضلات او على المرابط، فكلها تؤلم هذه وبالتالي بيكون سبب رئيسي. غيرها ممكن يكون في التهابات بالمفاصل، لا قدر الله التهابات رثوية بسموها، او في بعض الناس بيكون في عندهم اورام مرات ما بتبين الا عن طريق العرج. يعني في شغلات اخرى، عدم تروية الدموية لرأس فخذة العظم، الرأس العظمة الفخذ، هذه بتكون برضو سبب رئيسي. اللي بدي أقوله كالتالي، إنه في مرحلة من المراحل لما يكون في عندنا أي طفل بعرج وفي علامات زي الالتهابات، ارتفاع الحرارة أو سقوط، أنا لي رجاء بأنه الأهل فورا يراجعوا الطبيب بأسرع ما يمكن. دكتور طيب، أنا مثلا كأم أو كأهل، متى بحس إنه لازم أخذ ابني طوارئ أو إنه بحالة طارئة؟ شكرا جزيلا. أنا هذا السؤال فعلا إذا كان الحلقة إلها إشي مهم جدا يمكن يكون هالكلمتين هذول، إنه أنا ابني بعرج، إذا أخذناه إمتى ناخذه بشكل طارئ؟ يعني في ناس مرات بسكتوا عنه أو إنه ما بيهتموا أو بتراضوا عن صحيح. الموضوع. يعني إنه في بعض الأمراض العرج بينقسم بشكل عام لنوعين رئيسيات في العلم، اللي هو العرج المؤلم والعرج غير المؤلم. هلا اللي بهمنا في هذا الموضوع العرج المؤلم. العرج المؤلم اللي هو قد يتسبب زي ما حكينا قبل شويه عن موضوع الالتهابات اللي بتصير بالمفاصل او التهابات العظم، هذول يدل عليهم ايش؟ انه المريض بكون في عنده ارتفاع في الحراره، قد تصل حرارته لدرجه حراره عاليه جدا، او الطفل ما يقدر يحرك اجره ابدا، فبالتالي عدم الحركه، او مرات بيحسوا بسموها علميا زي شلل كاذب، يعني الطفل ما يقدر يحرك إجره بأي حال، أي واحد بيصيب له رجله بصير يبكي وبصير يصيح. إذا كان في عندنا هذول العلامات، الألم الشديد، أو في إذا في حال سقوط، طبعا بلا شك إنه لازم يزور الطبيب. ارتفاع الحرارة وعدم الحركة اللي هي أو الحركة المؤلمة
أنا اعتقادي بأنه هذول علامات رئيسية جدا يجب على الأهل أنهم يأخذوا الطفل لأقرب طبيب عندهم. دكتور حكيت لنا عن الأسباب، طب كيف منشخص الحالة أو إيش هي الوسائل اللي منشخص فيها الطفل؟ زي أي حقيقة مرض في الدنيا، هذا يجب أنه نحكي مع المريض. بمعنى آخر، السيرة المرضية مهمة جدا، وهذه بتودينا يعني بما أنه إحنا هلا حكينا في مثل بيقول أنه مرات العرج ممكن يكون من تايت شوز، يعني الحذاء يكون ضيق بصير واحد يعرج حتى مزاجه مش ضابط، بالتالي في مساحة كبيرة جدا. كيف نلاقيها؟ أولا يجب أن نسمع السيرة المرضية ونفحص المريض سريريا، هذول مهمات جدا. هلا إذا احتجنا لأبعد من ذلك ممكن نعمل ألتراساوند، ممكن نعمل صور شعاعية، وممكن نعمل الفحوصات المخبرية. هذول كلهم بيضيقوا وبيخلوا الطبيب يصل إلى التشخيص الأمثل، لأنه يجب أنه نصل إلى التشخيص. ونقطة رئيسية جدا بصدق أقول لك إياها، في مرات إحنا بيكون في عندنا عدم توازن في الأطراف السفلية، يعني بيكون في رجل أقصر من رجل، هذا عدم الاستواء لحاله قد يؤدي إلى العرج، وبالتالي يجب أن يؤخذ على محمل الجد وينعمل صور شعاعية حتى نميز ذلك. دكتور احكي لنا كيف تعالجوهم أو عايش بتعتمدوا لما تعالجوهم؟ بالضبط، هو المعالجة لموضوع العرج عند الأطفال يعتمد على السبب، يعني إحنا زي ما حكينا أسباب كثيرة، الأسباب كثيرة، فيجب إلى نصل إلى التشخيص الأكيد. يعني إذا كان الطفل عنده التهاب في مفصل يجب أنه نتخذ، إما بينعطى مضادات حيوية، بينعطى العلاجات اللازمة، وقد يحتاج إلى الجراحة إذا كان لا قدر الله في تجمع عمل أو صديد في المفصل أو في العظام، ممكن يحتاج إلى مداخلة جراحية لتصليحها. إذا كان عنده كسر ممكن يحتاج برضه لمداخلة جراحية أو لرد المفصل وتثبيته حتى أنه نعالج. فبالتالي العلاج يعتمد حقيقة على السبب والتشخيص الذي أدى إلى العرج عند الأطفال. دكتور إيش النصائح اللي بتوجهها للأهل إنه يدير بالهم عشان الطفل ما يكون عنده عرج، أو إنه كيف يعالجوه بسرعة؟ يعني أنا نصيحتي للأهل إنه بلا شك اللي عنده أطفال بيعرف كيف مشية الطفل بتكون، فبالتالي حتى اللي ما عندهم خبرة إذا شافوا في أي إشي بمشية الطفل، سواء كان بمشي وفي ألم، إذا كان بمشي وفي عرج، إذا كان في حرارة مرتفعة، كل هذه الأمور، أو في إصابة في وقعة يعني ووقع الولد، أنا أعتقد لازم يروحوا فيه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن. وبالتالي استشارة الطبيب على كافة الأوجه هي أنا أعتقد منها بنصل للتشخيص ونصل إلى طبيعة العلاج. دكتور حكينا من الأسباب عدم تساوي الأطراف السفلية، إنه الفرق بالطول، كيف تتعاملوا مع الحالة هاي؟ سؤال مهم جدا. هلأ تعاملنا معهم إنه الهدف إنه إحنا الأطراف نساويهم مع بعض، يكونوا متساويين نفس الطول، فإذا حققنا هذا الهدف معنى آخر إنه الإنسان بصير يمشي بشكل طبيعي. فإذا كان في فرق في الطول هنا إلنا مداخلات، بمعنى آخر بدنا نشوف هذا الفرق هل هو حقيقة بيزيد بين من فترة لفترة ولا ثابت، لأنه في ناس يخلقوا في فرق مثلا بالأطراف حوالي 2 سنتي، بس لما تيجي تاخده بعد 5 سنين بيضلوا 2 سنتي، فمعناته الطول من الجهتين بنمو بشكل طبيعي، فعليه إلها طريقة هاي. هلا الآن المشكلة تبعتنا إذا كان في النمو غير مستوي في الطرفين، وبالتالي بدنا ناخذ اليوم مثلا الطول بنعيده بعد 6 شهور فبنشوف قديش الفرق زاد، إذا كان مثلا 2 سنتي صار 3.5، طيب بعد 6 شهور كمان سنة قديش صار 5، وبالتالي من خلال دراستنا للفترة من حوالي سنة لسنة ونص بنقدر نعطي تقريبا على عمر 17 سنة عند انتهاء النمو قديش راح يكون الفرق، وبالتالي نتعامل مع هذا الطفل. بمعنى آخر الهدف زي ما حكينا قبل شوية إنه إحنا نساوي الأطراف مع بعض، فيوجد سبحان الله تقنية رائعة جدا في العظام وفي خلقة ربنا للعظام، بأنه العظم إذا انكسر وبلشنا تركناه رح يلتئم بهذا الوضع، إذا كسرناه وبلشنا إحنا نطول العظم شيئا فشيئا العظم بيضلوا يتهيأ له إنه ما التئم، فبيضلوا يبني عظم جديد، فبالتالي كل ما بعدنا العظام عن بعضها بصير يبني عظم جديد 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 حتى نصل للطول اللي إحنا بدنا إياه، تمام؟ وهذا ما سمي وأول ما بلش فيه اللي اسمه إليزاروف من روسيا، وهذه هي طريقة إليزاروف اللي بيحكوا عنها. وبالتالي هذا العظم الجديد بنسحبه للطول اللي احنا بدنا اياه، بعدين بنوقف في هذاك المكان اللي احنا زي ما وصلنا الى الطول،
وبعديها حتى العظم يلتئم تماما ويقسى ويصير قوي ويرجع لعظم طبيعي خلال فترة تقريبا بيعتمد على التطويل قديش، من 2 سنتي ل 3 سنتي ل 4 ل 5، مرات بنزيد ل 15 سنتي ممكن نطول، وبالتالي حتى ينمو العظم بنكون هيك حققنا تسوية الأطراف مع بعضها، وبالتالي حققنا المشي وما بيكون في عرج بعد هيك. طيب دكتور، بحالة انه الطفل مو قادر يوقف بالمرة وكان عنده حرارة وعرفنا انه في التهاب، كيف بتتعاملوا أو كيف بتعالجوا هاي الحالة؟ أنا بحسها أنها أصعب ممكن تكون. يمكن تكون من الحالات فعلا الطارئة جدا، لما يكون في طفل يعاني من يعني ما يقدر يمشي، حتى مرات إذا بتحرك رجله زي ما حكينا بيكون مؤلم جدا، وبالتالي يجب هذا أن يزور الطبيب، وهدول الحالات بدهم إدخال إلى المستشفى، هدول من الحالات اللي تحتاج إدخال إلى المستشفى، وبالتالي حتى ينعطوا السوائل اللازمة، ينعطى المضاد الحيوي اللازم، ويراقب على مدى فترة معينة من الزمن. هلأ إذا كان في استجابة للمضاد الحيوي والعلاجات ممكن بارك الله هذه بتكون العلاج، ولكن في بعض الحالات للأسف الشديد تحتاج بأنه بيكون صار في هذه المرحلة تكوين عمل وصديد داخل إما العظم أو المفصل، وبالتالي يحتاج إلى مداخلة جراحية بأن نفتح المفصل ننظفه وننظفه كويس ونحط عملية تنظيف باستمرار للمفصل ويغلق جراحيا وبيظل بالمستشفى حتى نحافظ عليه، لأنه إذا تركناه في الالتهاب والصديد موجود هذا يؤدي إلى تهتك المفصل وقد يؤدي إلى خلع المفصل تماما، وفي مضاعفات جانبية كبيرة جدا بتصير إذا لم يتخذ الإجراء الطبي المناسب في الوقت المناسب، وعليه الإدخال للمستشفى. يعني هذا الحكي لا يعالج لا في عيادة ولا في البيت، يعالج في المستشفى بإعطاء العلاجات اللي حكينا عنها والمراقبة الحثيثة، لأنه في أي مرحلة من المراحل إذا لم يستجيب الالتهاب للمضادات الحيوية وبالتالي مجبورين نعمل الجراحة. دكتور قبل ما ننهي، بس إيش آخر نصيحة للأهل بخصوص العرج عند الأطفال؟ كيف يتابعوه أو إذا اكتشفوا إيش يعملوا؟ أنا بعتقد بأنه أي إنسان مهتم بطفله، وممكن مرات الجدات على فكرة إلهم قول، إلهم قول المراقبة، إذا شافوا في أي إشي غلط أنا أعتقد إنه المشي مش طبيعي أو مش عاجبيتهم، أنا أعتقد لازم نروح للمتخصص اللي يفتي في الموضوع إنه هذا المشي طبيعية أو مش طبيعية. بس للإطمئنان أنا بحس، يعني لو ما كان حقيقة هذا 100%، لأنه زي ما قلنا درهم وقاية خير من قنطار علاج، لأنه مرات إحنا في أشياء مهمة جدا يجب ألا نغفلها حتى أعطي الخبز لخباسته. أكيد. شكرا كتير دكتور، نورتنا اليوم. الله يسلمك، شكرا كتير. شكرا على الاستضافة. شكرا كتير. مشاهدينا وصلنا نهاية فقرة نصائح صحية، بشوفكم بفقرة جديدة.